حظا. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 انا عايد مركز الجود في قريه حظا. عند معجب بن سعيد بن عايد مرحبا الكريم اللي اشتركوا.
على شانك الجيه.
مرحبا من شم وخو سمو مرحبا يا ضيوف اعتنوا عند معجب ومعجب كفو أبو ممدوح فيكم يا رحب عم قلب حار ومدى السماء يا لا 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 عم قلب حار ومدى السماء فيكم يا رحب عم قلب حار
مسيكم بالخير. أبو ممدوح سلامتكم من يسمع. تزوج ولدك والله يجعله على مرضات رب العالمين. ألفين الليلة جيرانك مشاركين ومباركين ومعنا رمز عطاء مشاركة. لو هو بالمحبة وبالغلاء كثرنا، لكن هذه مشاركة معنا 5500 من الرجال اللي تشوفوا جيهم وسلامتكم من يسمع. لفيتم بصوت جميل، والواجب ان نرد عليكم بما تيسر علينا. احنا الحقيقة بنخدم رفاقتنا بكلمة ارتجالية بصوتنا الجنوبي، فنقول لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا أيوة يا لا لا يا لا 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 وسألنا الله يحفظ بلدنا في حمى الله ثم حكامنا يا لا يا لا 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 يا لا 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 في حمى الله ثم حكامنا طلبت الله والصلاة على النبي العدنان بعدها يا مرحبا لين يا ضيفان قلتها ونوب عن رابع نزلان والتحية باسم من شرف وعدوان ونحن في هذا البلد رفقة واخوان وسألنا الله يحفظ بلدنا في حمى الله ثم حكامنا يا لا يا لا 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 يا لا 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 في حمى الله ثم حكامنا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 انا عايد مركز الجود في قرية حضان يلا وفقني لدرب الهدايا والرشاد واكفني شر الخطا لا اعترض للانتقاد يوم قدمت التراحيب ومنقص الفواد مرحبا عند النشامى رجاجي للجمايل آل عايد مركز الجود في قرية حضان بطل استحق الم
العسل من رجال المال واسمه يشرف للعمل. مرحبا عند النشامى رجاجي للجمايل آل عايد مركز الجود في قرية حضا. يا لا 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 لا
البشر. مرحبا عند النشامى رجاجيل الجمايل آل عايد مركز الجود في قرية حضا. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 آل عايد مركز الجود في قرية حضا. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 آل عايد مركز الجود في قرية حضا. يلا وفقني لدرب الهدايا والرشاد واكفني شر الخطالة اعترض للانتقاد. يوم قدمت التراحيب ومنقص الفواد. مرحبا عند النشامى رجاجيل الجمايل آل عايد مركز الجود في قرية حضا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. لك الحمد يا رب حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. سبحانه القائل في محكم التنزيل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والقائل: كنا لباس لكم وأنتم لباس لهم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبي الرحمة نبينا محمد بن عبد الله الذي حثنا على الزواج وأوصانا به فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض البصر وأحصر للفرج، ومن لم يستطع عليه الصوم فإنه له وجاء. والقائل كذلك صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الملون فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وبعد، أصحاب السعادة المشايخ رجال المال والأعمال الضيوف الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أهل المقام أسرة آل عايد من بني عدوان من زهران، أرحب بكم أجمل الترحاب، فأقول: حللتم أهلا ووطئتم سهلا. مرحبا يا ضيوف، مرحبا الألوف، وعلى الرحب والسعة. حضرة الكريم في هذا المساء الجميل وفي هذا المكان الجميل وفي عروس البحر الأحمر، نحتفل جميعا
لزواج الشاب عبد الله بن معجب العدواني الزهراني، ونقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. أهالي هذا الحفل أسرة آل عايد ارتضوا أن يخلدوا هذه اللحظات الجميلة ببعض الذكريات السعيدة وببعض الفقرات والتي نتمنى أن تنول على رضاكم واستحسانكم. أولى الفقرات مع القرآن الكريم يتلو على مسامعنا الشيخ أبو بكر عمر علي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر وهو الذي يبدأ
جزا الله الشيخ أبو بكر عمر خير الجزاء على هذه التلاوة العاطرة، أسأل الله أن يكتب أجره إن شاء الله وينفعه. حضرنا الكريم أهل هذا المقام أسرة العايد لهم كلمة ترحيبية تعبر عما في مشاعرهم تجاهكم بالمحبة وتقدير، ينوب عنهم في هذه الكلمة رجل الأعمال الشيخ عبد الله بن سعيد بن عايد أبو عبد العزيز، فليتفضل مشكورا. الله يمسيكم بالخير، مرحبا وسهلا، حياكم الله. قدموني آل عايد وأنا قدامها وأنا ولد من الصغير، وأنتم والله الواحد يكون يعني حتى على الصغير والكبير وجيتكم والله تعليم الفين كبير. مرحبا مسألة عداد الحياة، حياكم الله في مبداكم وملفاكم، الله يحييك أول والثاني، مرحبا ملايين. باسم أبو ممدوح شيخنا وأخونا الكبير، وباسم آل عايد جميعا، وباسم معرفتنا الشيخ حسن القاضي، نرحب بكم أجمل ترحيب. وحقيقة يعني الواحد والله يعجز عن الكلام في هذا الموقف، ولكن حقيقة نحن نختصرها بكلمتين. حياكم الله عداد ما وجيتم، الله يحييكم باسمي وباسم آل عايد وباسم أهل الحضا جميعا. مرحبا مسهلا، ونبارك لعريسنا هذا الليلة فارسنا عبد الله بن معجب، ويقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله له وبارك عليه وجمع بينهم في خير. ومرحبا مسهلا باسمنا جميعا، الله يحييكم الأول والثاني. بيضا وجهكم عبد العزيز، عوايدكم الطيب والترحيب والله قريب عليكم، سأل الله أن يزيد فيكم من الصالح المصلح. حفلنا الكريم في مثل هذه المناسبات السعيدة لا بد أن يكون للشعر حضورا، وما دمنا نتكلم عن الشعر فللشعر فرصة، وفي هذا المكان فرصة أولى الفرسان ابن العم وحزام الجنب وتاج الراس الشاعر علي الدوسي، فليتفضل مشكورا. نعم استاذ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. نبارك للشيخ ماجد بن عريسنا عبد الله وحسن الحال عالي جميعا. الحقيقه الدكتور حسن قدم ما فاز وابدع واجاد ورفع بالقامات، انما هي شهاده لكم. مرحبا بحفل المعجب، مرحبا مليون يا الله.
والنعم يرحمنا عد نهره
مرحبا هنا يا وفود. قال هذا الذي يصير تهسيرة بطل، والله يا نعم الرجل يعلم فالجنة سعيدة ابن عايد. يا كريم يا إلهي يا رحيم، مات لكن عقب خمسة رجال إلى ذكات أهل جود ومكرمات، معجب مركز للضيافات في قرية حظا اسم الأمع في السماء، وعبد الله شيخ وافي يجمل لا بدا ما تقول الا شدا، وعمر وابراهيم زايد نجوما عاليه في سماء نقديه، كلكم شيخان يرحمنا يا ايل عايد يا اهل الشمه وكل العلوم الغانمه. صح لسانك شاعرنا الجميل الشاعر شادي الدوسي، والله قريب الوفاء من صبيان دوس بن علي، فهم اهل الجميل واهل التكميل، واسال الله يديم المحبه والمعروف. الحقيقه انا لي مشاركه لعل تكون في الفقرات الاخيره من هذا البرنامج الجميل، وان شاء الله انها تنول على رضاكم واستحسانكم، ولكن ما دمنا نتكلم عن الشعر فاسمح لي بقصيده كذا ارتجاليه سويتها على الكرسي. يا Oh.
تسلمون. حفلنا الكريم فقرة من الفقرات المميزة من هذا الحفل المبارك، وهي فقرة التهادي من باب تهادوا تحابوا كما قال صلى الله عليه وسلم. هنا في هذا الحفل مجموعة من الهدايا مقدمة من فارس هذه الأمسية الأستاذ عبد الله بن معجب، يبدأها هدايا مقدمة إلى أعمامه، أولهم الشيخ زايد بن سعيد. الهدية الثانية من فارس هذه الأمسية عبد الله بن معجب لعمه الشيخ عمر بن سعيد السلام. الهدية الثالثة من فارس هذه الأمسية عبد الله بن معجب لعمه رجل الأعمال الشيخ عبد الله بن سعيد. الهدية الرابعة من فارس هذه الأمسية عبد الله بن معجب لعمه الشيخ إبراهيم بن سعيد. الهدية الخامسة من فارس هذه الأمسية عبد الله بن معجب لعمه الشيخ أحمد بن جار الله. الهدية السادسة من فارس هذه الأمسية عبد الله بن معجب لعمه الشيخ سعيد بن جار الله. الهدية السابعة من فارس هذه الأمسية عبد الله بن معجب لعمه الشيخ عبد الرحمن بن جار الله. أستاذ الدكتور عبد الرحمن. هدية من فارس هذه الأمسية عبد الله بن معجب للأخ أسامة بن جار الله. كذلك هدية من فارس هذه الأمسية للأخ أنس بن أحمد بن جار الله السلام. كذلك هناك مجموعة من الهدايا من فارس هذه الأمسية لأخواله، أولها هدية من فارس هذه الأمسية عبد الله بن معجب لخاله الشيخ سعيد بن أحمد سعد بن أحمد أسعد. هدية من فارس هذه الأمسية لخاله الشيخ معجب بن أحمد دكتور معجب استاذ دكتور. هدية من فارس هذه الأمسية لخاله الشيخ عبد الرحمن بن أحمد استاذ. هدية من فارس هذه الأمسية عبد الله بن معجب لخاله البرسان الشيخ برسان بن حسين. وينك أبو حسين؟ أنا عمركم خليك قريب يعني. كذلك هدية من فارس هذه الأمسية لخاله الشيخ أحمد بن حسين. حقيقة فاجئوني بالهدية، ما أدري آخذها ولا أتعذر منها. تسلمون جزاكم الله خير. هدية كذلك من فارس هذه الأمسية يا عبد الله لأخوكم محدثكم حسن الدوسري، يقول جزاكم الله خير والله يبارك فيك. الله يبين وجهكم وانتم دائما على التكميل. هدية من فارس هذه الأمسية عبد الله بن معجب لأخونا وحسام جبر الشاعر علي الدوسي والسالة. طيب هدية كذلك لشاعرنا المبجل الشاعر الجميل الشاعر
الشاعر مشاري بن محمد الدوسي عليه الرب. وينك يا مشاري؟ كذلك هدايا مقدمة من أقارب العريس لعريس هذه الليلة الأستاذ عبد الله بن معجب. هدية مقدمة من أخوان العريس سعد بن أحمد معجب وأخوانه وأولاده. أولاً الهدية الأولى لوالد العريس الشيخ معجب بن سعيد بن عادل. هدية كذلك لأخو العريس الأستاذ ممدوح بن معجب. هدية خاصة لعريس هذه الأمسية الأستاذ عبد الله بن معجب. أستاذ هذا هدية لأخو العريس أحمد بن معين. هدية مقدمة من الشيخ أحمد بن حسين وأخيه الشيخ غسان وأولادهم. الله وجيه. Yeah.
ابوك راعي الكرم والدين بطيب ما
الله.